حار الصراحة. هاي ماي بارد صراحة. كل الله بكم وقناتنا. شلونكم اصدقائي؟ ان شاء الله تكونوا باليوم بخير. سراوي اليوم شنو بهذا الفيديو؟ رجعنا لكم بفيديو جديد، فيديو كلش حلو. اليوم راح نعطيناها كامل بظروف الحارة. الحارة طبعا مرغوبة. تريد تشكركم. يلا مريم وشنو؟ انا اشكركم لان بعثوا لي صور زينة. شكرا لكم، شكرا لكم. رجعنا لكم وباقوة يا جماعة. اليوم راح نقضيناها كامل بالغرفة الحارة وعلى طريقتنا الخاصة. بالله في الاشتراك والتفاعل. ترى الجرس زين ما حد يذكركم، بس انا ومريوم وسرا خارج التحدي نهائيا. ترى تطلع معروف. لا الله يسلمك. ما اشرحي لنا على بيتك اليوم ايش راح يصير؟ انا بيتي اشتريته ب 3 مليون دولار. سوي لي بدينا كذب مريم، بدينا كذب سبيك بسرعه. ما تقولي لي سبيك. الله حاره يا جماعه، هذا البيت احر بيت بالعالم، راح يكون كلش حار. كلها مريم ها قلبي على مريم. مريم قومي الله يخليك. هاي الصوبة، هاي النار، هاي الطفاية، خاف نحرق عليك. وفوق هذا كله راح يكون الفيديو على طريقتنا الخاصة. جاهزين؟ يلا على كيفك، على كيفك مريم حار، على كيفك، على كيفك. راش اليوم ايش راح تسوي لنا غدا؟ سرا اليوم ايش راح تسوي لنا غدا جوعان؟ في البيت الحار غدا حسنا. جوعان يا رب. اريد ناكل سوي لنا غصبا عنك يا رب. حار الدنيا. اهلا وسهلا بكم بتحديات المشعول. اليوم راح اجيب لكم اندومي حار يصمو الصمط، واريدكم تاكلوا، واللي يفوز راح اهدي له موطه بارده. اندومي يعفي في الوضع. جاجل الدم وصل والله يخليك. شكله حار، شكله حار هذا. يا رب ان شاء الله ما يطلع حار. شوف والله شو يضل شرا، لازم خلال دقيقتين نكمل هذا الاندوم وكلي تي ما نخسر. واللي يفوز بهذا التحدي شنو ياخذ؟ لازم تفوز. اريد افوز حتى اكل الموطه. يلا يلا اللي يفوز بهذا التحدي راح يربح موطه بارده برد قلبه. يلا سرا يلا بنشوف شو. يلا يا افوز. لا والله ان شاء الله اني افوز. لا لا والله ان شاء الله اني. لا والله ان شاء الله. لا تحمل يا جماعه، لا تحمل. اقول ايش حار. هسه وصلنا لمرحلة الهدايا وراح ننطي السرا آيس كريم لأن هي اللي فازت بهذا التحدي. اللي جاي تأتي اسمعي 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 أقول لك زين، أنت واحد ما تستحي على نفسك وتفوز السرا. أي والله واحد ما تستحي. غواري نايف إذا قلتوا تغارون. أني أحلى منك وشعري. لا لا خافي سرا. يا ربي سوا شوية، ممكن تطينا شوية سوا. لا 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 الله يخلي سوا بس شوية بس. متنا حارة مريم، متنا حارة حارة يا جماعة حارة. سوا دقيقة دقيقة سوا دقيقة الله يخلي بس شوية طينا من عندها. لا شكرا مليانة كوكو. شكلها يخبط في الشي. خليها أكل. والله هاي شنو علي هسه راح اعطينا هذا في شو اسمه فستق. فستق نيالك سرا اعطينا شويه ذوقينه. خلاكم يلا ذوقني سرا بس شويه. ها ها الحمد لله. والله فرحنا فرحنا انا ومريم فرحنا. احنا نعيش يوم كامل بالغرفة الحارة وقررنا نعاقب سرعة ونهديها موطة بالفلفل الحارة. كلش حلو يا جماعة. خلى سرعة تحترق همينة بالمايس كريم. شكرا لك حبيبي، شكرا لك. اركبي يا لا 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 مريضة مريضة مريضة.
لك ما ريت عوفيه ولك حار لا 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 على كيفك صراحة على كيفك اكره اموت من اذا قلت ما يجي اقطع بعسناني هذا الوحش اجي 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 انا علمك انا علمك تحكين علي مو الا راح اعاقبك شانه علمك اصطبري لي سرا 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 اقول لك حبيبي الوحش ما زال يتخبطك سرا جيب لنا دكتوره دكتوره جيب لنا دكتوره يلا سرا سرا السلام عليكم عيني ليش تحكين على الوحش يا ولي الله يخليك عالجيها تخربطت علينا تخربطت الفدوة يا الله بسم الله ها دكتورة سريعة يلا ها ما بيها شيء ما بيها الدكتور ما بيها شيء كل سريعة زين يلا قوم قاعد قاعد كافي ها طابت دكتورة شكرا عاجزين دكتورة دكتورة عاجزين دكتورة شنو كتلتيج كافي يلا يلا نشكرش نشكرش حبيبتي دكتورة خنختي يومنا خنختي يوم دكتورة دكتورة نبعد لك تحسين على الوحش اوكي اوكي يلا روحي روحي نشكر سلمينا على الوحش باي باي حار الصراحة اريد ماي بارد صراحة انا هسه تدرون شريد اتمنى غلاس ماي بارد صراحه اي والله هسه اجيتكم انا بالتحدي الثاني اللي هو تحدي تقشير البوتيتا المسلوقة واللي يفوز من عندكم راح انطيه غلاس ماي بارد موافقين لا لا موافقين اوكي انا من راح اوافق اوكي اوكي سرا وصلت البوتيتا شو تنقشرها يلا مريم وجاسي بس اقول سرا يمكن شكلها بارده والله الحمد لله لا حاره والله صدق والله يا رب سترك والله هذا الوحش الظاهر ما ينجرع والله ما ينجرع هذا الوحش شو هبيدينا لا سكينا لا شطل لا سرا يلا سرا يلا يلا ولد شو تسوي سراوي شوف افتحي لي ايدك افتحي لي ايدك هاي هديه من عندي مريم هي اللي فازت بهذا التحدي ولازم نجيب لها غلاس مال مي بارد لان هي حبيبتنا مريم حبيبتي باع المي صار بارد صار المي بارد يا جماعه المي بارد لعد ليش انا حظي هيك لعد ليش انا ما فزت بالبوتيه السلق الله يجوز بك يجوز اكو بيض سلق وراها يلا ما يخالف ما يخالف شو رايك هو صار الله يخليك الله مريم اني باع شلون ابتسمت الله اني عليك وهدايا والرامل شاني ورا التحدي معركت والله ما تتمنى الحر اريد ماي بس شوي وزمو صرا باح البرود لا 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 تعال يا الوحش شوف علي تعال تعال تتمنى الحر انا بعد ما اتحمل صرا ما حارت لك حبيبتي على كيفك مريم ما باح الحر خلينا خلينا اريد انام حارة يا رب سرا 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 هي ويا من تضحكين سرا يا هاي شنو سرا هاي شبيها يا الله سرا سرا حبيبتي سرا شبيكم شبيكم ما تخلون واحد نايم لك هاي الدجاجة ولك كمية جبتي هاي الدجاجة سرا مية جتي بيدي ما ادري باردة باردة يوم باردة هذا تحدي جديد جبت لكم اياه هاي الدجاجة لازم تشوها باسرع وقت ممكن واذا تتأخرون يا ويلكم يلا على السريع شلون راح نشوي هالدجاجة هاي ما ادري عالصوبة عالصوبة لقيتها اللي سوى عالصوبة سرا عالصوبة ما عندك كهرباء شلون يشغل وقميها استوت على الوجه الله ماكو بالجداحة عطيها عليها ايش على وجه الثاني عليها هاي شو يا ابو مستوى عليها شو عليها
لقيتها لقيتها يا هنا. لا لا على هاي على هاي. أما لا لا على هاي. ما تشتوش ولا تنسيت وش بس قولي لنا شو راح يصير بعد خلاص الله يخليك. يا وحش شلون يا وحش. يا ها. أنا جت فكرة أحسن منكم. شنو هي الفكرة مريم؟ ليش تأتي؟ خافوا شو؟ يا عالمين كلام. يعني شو ما عالمين كلام؟ ذكرنا بهاي الشوطه. والله عاشت ايدك يا مريم. والله عاشت ايدك يا مريم. ها حبيبتي دشي للجمر دشي الجمر منا ومنا بعد والله عافيه والله العظيم عاشت بدت قلبيها على وجه الاخ قلبيها على وجه الاخ يا رب ما شاء الله راو استوى. والله عافيه مريم والله العظيم عافيه. هلا 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 هلا. شكلكم انا ذكيه. والله ذكيه والله صدق ذكيه انت. ها اقول لك هذولي ما ساعدهم اطردهم. لا لا مريم لا 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 انا ساعدتها انا همي لا 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 لا. بما انه انتم ما لقيتوا الحل وغليتوا بس تباعون على مريومة الذكية فقررت اني انه اجيب لكم بطانية واغطيكم فوق هذا الحر اللي انتم بيه. يلا من انا اريد اطلع من هذا التحدي. اريد اطلع من هذا التحدي. اسمع بالله يا وحش انت بد واحد ما تستحي وانت بد واحد ما تخجل وهاي مريم همي انا منها مو حلوة زين وخذها.